سيدي ذا؟ وفما حاجة قاعدة تتردد كثيرا نقرأها حتى في المواقف اللي هي؟ وهي مسألة الخوف من المستقبل. توا تقريبا كنا متفقين أن الحكومة هذه باش تتعدى. مهما كان من حديث حول أنه لا أصوت وكل في الأخير باش تتعدى، حسابات تكتيكية ولا حسابات أخرى باش تتعدى. ولكن المسألة أنه هل أنها تتعدى وتبقى أم أنها تكون مهددة بالسقوط، وخاصة إذا كان وجهت لها لائحة لو بعد 6 أشهر أو 9 أشهر. هنا نحب أن أشير إلى أنه نظريا هذا ممكن، ولكن حتى قانونيا حتى دستوريا الرئيس اليوم وقت اللي عين الشخصية الأقدر وكانت له المبادرة البارح ما زالت عنده بعض الأدوات الدستورية اللي يقدر بها أنه يوقف أمام أي عملية تاع سحب ثقة ممكنة. كيف؟ لأن الفصل 98 و99 إذا اللي يسمح وقت اللي يكون أن وقت اللي يوقع سحب الثقة شو باش يوقع؟ كتلة تجي تتلم وتستدعي 73 هي سحب ثقة. لا 109 الحكومة لا لائحة لو بثلاثة اش دخلنا سبق الخير. لا لا خلينا نفسر لك ما نحبش نحكي فيها. خلينا نحكي لا لا خلينا نوضح لأنه الرأي العام مشغول ياسر بها النقطة هذه. وقت اللي كيبوس ما تروح لأنه حتى رضا لينين يعني هما زوز أطراف في حملة قيس سعيد، رضا لينين ونوفل سعيد، نقرأ من هنا ونقرأ هو في الخط السياسي نتاعو موجود. أول ما كتب على المعطى هذا والتدوين نتاعو معناتها موجوده عندي. المهم ان وقت اللي يوقع كتله تجي تطلب ملزومه الكتله هذيك باش تقدم اسم، ما تجمش تقدم اسم دون ان يعلم رئيس الحكومه في ذلك القائم. وهنا عنده مناوره في انه شو يعمل، اما انه يقدم استقالته او انه يعرض نفسه هو على الثقه، مش يخلي الكتله تسحب عليه الثقه. في الحاله هذه شنو اللي يوقع يسقط، ولكن ترجع الكرة لشكون؟ ترجع الكرة للرئيس اللي عاود هو يعين من جديد. اي ولكن خلينا نحكيو هذايا مدخل، هذايا مدخل مطمئن يمكن سي سيدي، هذايا مدخل مطمئن 30 يوم وما عملنا حتى شيء. ولكن اليوم لا لا اي مش اليوم دور اي مش دور اي يوم اليوم مش اي مش اي اليوم 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 على بعد 7 شهور انا نتكلم فيك على بعد 6 شهور 7 شهور انا نحكي على اليوم على اليوم اي دور لرئيس الجمهوريه في انجاح المشاورات وايصال الياس الفخفاخ اللي كلفه الى بر الامان من خلال ضمان الحزام السياسي ليه، على الرغم من انه اعتقد انه احسن اختيار دستوري يقف عند رساله التكليف. انا اعتقد انه احسن اختيار في شخص الياس الفخفاخ بقطع النظر على كل ما يقال في شخصه وبقطع النظر على موقفي انا الشخصي من موقفه في الحمله الانتخابيه نتاعو من القضايا عندها علاقه بالكوليب والهويه وغيرها والكوب اللي يدخل كذا مانيش في هذا كان، ولكن بقطع النظر انا اعتقد انه احسن اختيار. هذا رجل كان يعني عضو في حكومة حمادي جبالي وحكومه علي عريض، كان في وزاره السياحه والماليه وكان في وزاره الماليه. كان رجل عملي، كان في ملف السياحه يمارس ويؤمن بادوات فعليه كرافعه لانقاذ الموقف السياحي. كان في وزاره الماليه جاء اخذ على شكون؟ اخذ على سي حسين الدماسي اللي كان يعني في صوت عالي بدون يعني اكاد اقول تسمع شجاعه ولا ترى تحنا فهمتني، ولكن المهم انه عرف ياخذ عليه وعرف كيفاش يسير في الخط نتاعو. أعتقد أنه له معرفة بالدولة، له علاقات جيدة مع الجميع، له قدرة على التجميع. أحسن الاختيار، وهذا الضامن لنجاح الحكومة. يبقى أنه نجاح الحكومة هذه مرتبط بالبرنامج. هنا نحب نتوجه للتيار اللي هو يعني لا يمكن أن نغيب الفكرة بأنه التيار هو وراء كذلك الدعم لأنه هم زوج أطراف، طرف منهم ما نحبش نعاود نذكر باش ما نسميش لو جاء بسيكاتا باش نعالج روحي من من من, من اسمه. ايوا تحيا تونس، ما عندكش مشكله مع تحيا تونس. لا لا نحكي على عندك مشكله مع يوسف الشاذ. اي عندي راجل بلي راجل نهار 17 نهار الرائد الرسمي نتاع 17 جان في خرج 607 تسميه
مادام موجود مادام يسمى 607 تسمية منهم تسمية في 50 تسمية في وزارة الثقافة واللي هما مش مستعجلين تسمية إدارية يعني تسمية إدارية لوضع اليد على باهي. المهم أنا مش في هذاك توا ما قلت لك عاد قالها في الأخر ما نحبش نوصل ما نحبش نوصل لهذيك أنا توا أنت لازمش توليد نمشي للطيار. الطيار اليوم كيفاش يجي يأكد جديته وصدقيته؟ عندك تسمة تحبوا يسميها لك سي رضا؟ تسمية عندك تسمية النهار كل شيء التسميات انا ما يهمنيش انا ما يهمنيش التسمية انا يهمني لان لا يهمني انا باش نعمل الكونتور قدامي او فما رئيس حكومة قادم لانه السيد فما رئيس حكومة قادم تو يتاكد اللي كان تسمية صحيحة مو هذاك الاشكال مو هذاك الاشكال 607 كيفاش باش يتعامل معاهم رئيس حكومة حطوا في حرج حرج اداري كبير ياسر ما حنا نتجاوز النقطه شنو نتكلموا بالواضح دور التيار نرجعوا دور التيار كيما قومه كان ربي سبحانه دور التيار مش تيار راه طرق كحلي تغزل طرق التيار لا دور التيار لانه نحب نفهم لانه نعرف انه سي طرق قريب بشويه من التيار ويفهم ان بو الخلفيه والمنطوق نتاع التيار هذاك علاش نعرفه مستقل ولكن ما يجمش يكون بعيد ياسر على فكر التيار خلينا نطمئن كما نقولوها بان التيار يكون على مستوى قريب جدا من مساعدة رئيس الحكومة على تحقيق المرور إلى نيل الثقة والمساعدة بدون الرجوع إلى الاشتراطات الكبيرة ياسر اللي وصلتنا لما حدث سابقا. أعتقد أن هناك مساهمة جدا مطلوبة الآن من كل الأحزاب. واليوم سمعنا التصريح نتاع سي نور الدين البحيري في الخمسة عشية في إحدى القنوات الخاصة يتحدث عن موقف الكتلة من الياس الفخفاخ ويبين أنه داعم. ما أعتقدش أن النهضة باش تكون واقفة في ذلك حتى حسب حتى كما قلت لك قلب تونس مش حسبها حسابات قلب تونس راه ما يحبش يخرج على السلطة راه ما يحبش يخش على السلطه ما زايد يعني حتى المحاوله اللي عملها نهار التجميع تاع الجبهه وكل عنده القدره ومرونه باش يتراجع ويعاود يخدم يتكلم بحقه ولا باسمه ولكن هو بيدو براغماتي بصفه عاليه جدا. لكن شكون اليوم يمثل الخط الثوري الدستوري الوطني باش ما نعزلوش ما بين الثوري والدستوري والوطني كما قام به سي امريكا سي وليد. الخط الثوري الدستوري الوطني المستقبلي هما الاحزاب التي تؤمن بذلك واللي هي مدعوه اليوم بكل قوه الى مسانده سي الياس الفخفاخ رجل الدوله رجل السياسه القادر على ان يسير بالحكومه نحو اتجاه. ولا اعتقد بان رئيس الجمهوريه سيكون له عثره في ذلك بل انه من خلال الكلمه نتاعو ويزن حلوها الكلمه نتاعو اعطاه الكونتكست اعطاه الظرف المساعد على اداء هذه المهمه سهلوا المهمه نتاعو. علاش بديت في البدايه ايمان بموضوع لوم سحب لائحه اللوم حتى اطمئن الجميع بانه ان شاء الله ما يكونش هنالك هذا الامر وانه ما نعتقدش انه بعد مرور الحكومه هذه باش تبدا المناورات اللي بعد 6 شهور باش نرجعوا الى مرحله من عدم الاستقرار السياسي. احنا ماشيين اليوم على تحديات كبيره ياسر ماشيين تحديات اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه الكل لازم نخدموا عليها ونبعدوا على القضايا الهوية والإيديولوجية اللي باش تفرقنا أكثر من اللي بتجمعنا خاصة القضايا ذات العلاقة بالفكر الحداثي أو الفكر المحافظ.